بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر الفنان المبدع الأستاذ محمد الشبيب على هذه الرحلة الجميلة إلى أذربيجان، كما أشكر جميع الأخوة المرافقين، وكانت رحلة جميلة جدا من حيث التنظيم والسياحة. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في رحلات قادمة. استفدنا كثير، الصداقة، المعرفة مع الأخوان، كل شيء يعني صراحة كانت منسقة من قبل الأستاذ أبو صالح بالنسبة للفنادق، بالنسبة للمناطق، مناطق التسوير، بالنسبة للباص، يعني المواصلات. وحقيقة يعني يعجز اللسان عن المدح في الأستاذ أبو صالح والأخوان المرافقين معنا في هذه الرحلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، حياكم الله، أخوكم المصور أحمد الحويطي من منطقة تبوك. كنا مع أبو صالح في هذه الرحلة الجميلة، الرحلة استفدنا منها بشكل كبير، استفدنا من شفنا مناطق جديدة، استفدنا من تصوير اللاندسكيب، الثلج، حتى تصوير البورتريه، يعني أخذنا جولات سياحية ومنها جولات فوتوغرافية كذلك في المنطقة، واستفدنا من كذلك من خبرة أبو صالح في المكان الجميل، يعني ساعدنا أن ناخذ نزور أماكن وصور جميلة، يعني بطريقة غير اللي إحنا معتادين أن نصورها في المنطقة. وإن شاء الله أنه راح نكون على طول في الرحلات هذه سواء داخليا أو خارجيا بإذن الله. شكرا لكم. الرحلة حلوة وكانت هي أول تجربة بالنسبة لي. الأعضاء اللي في الرحلة برضه هم مفيد، يعني ساعدوني في عملية التصوير وأخذ الزاوية، ويعني حسنوا لي جودة الصورة أكثر، يعني في أشياء أنا ما كنت أعرفها تعلمتها في السفرة هذه. وطبعا ما ننسى الأستاذ أبو صالح، يعني علمنا كثير واستفدنا منه مره كثير. وان شاء الله يعني تكون انه هي مو اخر رحله، هي الاولى بس ان شاء الله مو الاخيره، لانه الرحله هذه يعني انه فيها كميه معلومات اي واحد يقدر يستفيد منها ومتوفره. يعني المواعيد جدا كويسه، من فتره الصباح انك تصحى في الصباح، انه تستغل طول يومك في التصوير، انه هو شيء حيفيدك مع اضاءة الشمس. اقدر اقول انه في الرحلة هذه انه قدرت احقق واحدة من احلامي، اني اشوف ثلج بعيوني وامسكه بيدي، وهذه من ضمن الاحلام اللي كنت انه اتمناها انها تصير، والحمد لله انها صارت وحققتها. رحلة اذربيجان والحمد لله كانت رحلة موفقة بصحبة الاستاذ محمد شبيب ونخبة من المصورين الفوتوغرافيين. طبعا غطينا فيها الرحلة هذه من أروع معالم أذربيجان، وطبعا وختمناها بالمناطق الثلجية، كانت روعة جدا جدا. وأنا أنصح كل واحد أن يسافر ويشوف روعة أذربيجان بصحبة الأستاذ محمد شبيب. طبعا رحت الرحلتين جروبات سياحيه مع جروب المصورين. طبعا جروبات المصورين تختلف، جروبات المصورين ينظرون نظره تختلف عن الجروبات الثانيه السياحيه العاديه. مصورين يختارون اروع المحلات منها كمناظر كذاك، كغابات، كجبال، وديان، ولذلك تشوف دائما برفقة المصورين تكون تنظر للطبيعة بنظرة أوسع وأجمل. من المواقف الظريفة اللي مرت علي في أذربيجان، وصلنا أذربيجان، طبعا كالعادة الواحد يشوف صراف على أساس يسحب الفلوس، أدور بطاقة الصراف ما حصلتها. ها جماعة شلون مالون دا المتوهقت، يعني ما في سيولة. المهم شو اللي سويت؟
عملت حاجة، قلت حق الجماعة إذا دخلنا أي مطعم من المطاعم أنا راح أحاسب بالماستر كارد عن الجميع، وبعدين دفعوا لي بالعملة الآذرية. والله حلينا المشكلة ومشت الأمور إلين ما رجعنا، والحمد لله. هذا أحد المواقف الظريفة. الفوكس مزبوط. أسعد الله مساءكم جميعا. اليوم تقريبا آخر يوم لنا برحلة التصوير والسياحة إلى أذربيجان بقيادة وتنظيم وتنسيق الأستاذ محمد شبيب. الرحلة ما شاء الله عليها كانت جدا مرتبة ومنسقة، كنا محظوظين جدا بالأجواء الجميلة، أجواء شتوية رائعة. زرنا طبعا العاصمة باكو وبعض المدن الأخرى. كنا محظوظين جدا بزيارة مدينة جوبا أمس، كانت الأجواء ثلوج يعني خارج عن المألوف، يعني أجواء رائعة جدا. نتمنى في المستقبل مشاركة الأستاذ محمد رحلات قادمة، وكل التوفيق للجميع. شكرا لكم. فضل الشوبكي من البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. في البداية نشكر الأستاذ محمد شبيب أبو صالح على هذه الرحلة والمجهود، الصراحة ما قصر يانا في كل حاجة من التصوير وغير التصوير. ومن بركات هذه الرحلة تعرفنا على مجموعة من المبدعين من جميع أنحاء المملكة، يعني ما واجهتنا ديك الصعوبات اللي تخلي الواحد يهون، بالعكس كل شيء مهيأ، كل شيء مرتب له بالوقت والتايم، يعني قالتنا بالوقت وكل شيء يمشي على حسب الخطة، والحمد لله توفقنا في كل شيء إن شاء الله، وإن شاء الله تطلع النتائج مبهرة ونبيض وجه أستاذنا في هذه الأمور. سعيد كوني أحد أفراد الرحلة هذه، أول زيارة لأذربيجان. جميلة الرحلة كونها تجمع ما بين السياحة والتصوير الفوتوغرافي. بلد جميل، الأجمل برضو أنه معك في الرحلة هذه مجموعة مختلفة من المصورين، أفكار مختلفة، استكشاف البلد كثقافة، واستكشاف رفقائك في السفر تتعلم منهم تستفيد منهم. ما أقدر إلا أقول شكرا على التنظيم، شكرا على إتاحة الفرصة أن الواحد يغير ويتعرف ويستكشف. الثلج كانت تجربة جميلة، أول مرة تمسك الثلج وبعدينك تلعب فيه، كان بإمكانك تصنع حتى رجل الثلج. البلد جميلة، ذي التجربة ذي كل ما فيها أنا أعتبرها أول مرة، كأني أول مرة أصور فيها لاندسكيب. استكشاف البلد ودك أنت أصلا تكرر التجربة، ما ودك. أنا عن نفسي كان ودي أمدد أخذ وقت أكثر أستكشف أكثر. أحس أن البلد غني ثقافيا كأفكار أو حق التصوير، تبتدي وما تنتهي. عجبتنا كثيرا قبلة، بعد طبيعة الجبال، التكوين، نظام المعيشة في المدينة شيق، يعطي طعم لون ثاني للحياة. تجربة تستحق، يعني أنا إن شاء الله عن قريب راح أكرر الزيارة هذه مرة ثانية لهذا البلد. طبيعة البلد يعني تحس بساطة الشعب. المزرعة اللي زرناها الأم وبناتها فتحين مزرعة، كل الإنتاج فيه من غير مواد كيميائية. احنا متعودين عندنا الزراعة
إذا مو التربة إنتاج كيميائي الأدوية اللي تستخدم، لا كانت المزرعة كانت جميلة بالمحاصيل اللي فيها، كلها من إنتاج الطبيعة واستخدام العضوي زي ما يسمونه. جميل برضو الأسرة هذه اللي قادرة تقيم المزرعة وتنتج ومحاصيل متنوعة. بلد جميل، بلد يعني ذا الشيء جمال يضاف للبلد لأذربيجان.